السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا باش نديرو لا دوزيام شابيتر في لا فيزيك ستاتيستيك. لا دوزيام شابيتر هي لا ديسكريبسيون ميكرو كانونيك. دابا ديك كنت ديجا درت واحد تقديم على اننا باش الدوزيام شابيتر غادي نديرو فيها ديسكريبسيون ميكرو كانونيك, لا تروزيام شابيتر نديرو فيها كانونيك, و في لو كاتريام شابيتر غادي نديرو فيها غروند كانونيك. وكنت شرط لواحد القضية على لي سيستيم باش نقدروا نخدموا بهم. لي سيستيم قلنا هاد ديسكريبسيون اللي كنديروهم, هذا ديسكريبسيون ديال السيستيم. دونك يعني حنا عندنا ثلاثة الحالات ديال لي سيستيم اللي كنقدروا بهم نخدموا بهم. عندنا سيستيم ايزولي, سيستيم فيرمي, وسيستيم اوفير. يعني هاد ديسكريبسيون ميكرو كانونيك كيهتم بحالة وحدة ديال لو سيستيم, هي سيستيم ايزولي. هادي خصنا نتفقوا عليها. دونك ديسكريبسيون ميكرو كانونيك غادي ندير بين قوسين هو سيستيم ديال ندرسو سيستيم ايزولي. مادام ان لو سيستيم ايزولي ما كيشونجي لناش لينيرجي وما كيشونجي لناش لا كونتيتي دو ماتيير, يعني لو نومبر ان اللي كي تكونستيتي به, فهاد القضية كما كنسميهم واحد القيود اللي ما خصهمش يتشونجاو لنا, خصهم يبقاو لنا كونستانت. مثلا الا هضرنا على الانرجي قلنا لو سيستيم ايزولي ما كيشونجي لناش الانرجي, دونك غادي نعتبره بحال واحد التقييد قيدني به. يعني الانرجي خصها تبقى لي كونستانت. دونك هاد القيود كنقول لهم بالفرنسي كونترانت. لي كونترانت هاد لي كونترانت دابا ما خصهمش يتشونجاو. سمو قلنا لو سيستيم ما كيشونجيش لينيرجي, دونك لينيرجي خصها تبقى لي كونستانت, كنسميها حتى هي كونترانت. هذا من الاول ما كيشونجيليش لو نومبر دو ماتيير ولا لو نومبر دو بارتيكل, كيبقاو كونستانت. يعني ان خصها تبقى كونستانت, وما هذاك الفوليوم اللي غادي ندير فيه ان وتكون فيه لينيرجي هاد السيستيم, يعني الفوليوم ديالو خصو يبقى كونستانت. يعني بطبيعه الحال مادام ان لينيرجي ما كتشونجاش والان ما كتشونجاش, دونك في حتى هي كتبقى كونستانت. دونك في لو سيستيم ولا لا ديسكريبسيون ميكرو كانونيك غادي نبقاو نلقاو لي كونترانت ديالي هما لينيرجي ان اي في. علاش؟ لانه سيستيم ايزولي. وغير منا نشير لكم في لا ديسكريبسيون كانونيك علاش درناه, باش ندرسو لو سيستيم فيرمي. والغروند كانونيك علاش درناه, باش ندرسو السيستيم في ليطا اوفير. وغادي نشوفو كل حاجه كيفاش كنديرو نحتافظو بلي سيستيم اوفير وفي نفس الوقت نديروه في سيستيم ايزولي. هذا حتى للشابتر 4. دونك نهتمو حنا غير بهاد ديسكريبسيون ميكرو كانونيك. دابا اللي خصنا نتفقوا عليه بلي ان هادو غادي يبقاو لي كونستانت. هادو دابا انا ديسكريبسيون ميكرو كانونيك باش خصني نعرفو, خصني نعرف نحسب غير واحد القضيه نتفقوا عليها, نمشيو لها بالساهل, ما نصعصبو على راسنا, ما نطولو على راسنا, ما حتى شي حاجه. غادي كاع الفيلم على من طالع هو على لو نومبر دي زيتا ميكروسكوبيك. لو نومبر دي زيتا ميكروسكوبيك. هادو انا غير قلتها يعني في ميكروسكوبيك. غادي نشوفو كيفاش نديرو نحسبوهم. لو نومبر دي زيتا ميكروسكوبيك هو هذا اللي طالع عليه الفيلم كاع في هاد القضيه. كنرمزو لو هاد لو نومبر دي زيتا ميكروسكوبيك كنرمزو لو باوميغا, اولا لي زيتا اكسيسيبل اللي غادي نشوفوهم بفي كنرمزو لهم حتى هما هكا, ولا لا دونسيتي ديتا حتى هي غادي تساهمنا في هاد القضيه. غادي نشوفو الديفينيسيون ديالها, لا دونسيتي ديتا ولا لو نومبر دي جينيريسونس جي. يعني هادو كينعنيو نورمالمون عندهم نفس السينيفيكاسيون فيزيك, لو نومبر دي زيتا ميكروسكوبيك ولا لو نومبر دي جينيريسونس ولا لا دونسيتي دو بروبابيليتي ولا لي زيتا اكسيسيبل اللي غادي نشوفوهم وعندهم علاقه بيناتهم كيفاش داير. دونك باش نطرقوا لهاد القضيه خصنا نعرفوا شنو هما بعدا لي زيتا ميكروسكوبيك. شنو هما لي زيتا ميكروسكوبيك؟ لي زيتا ميكروسكوبيك باش الانسان يعرفهم اون فيزيك. سمو هاد لي زيتا ميكروسكوبيك, هاد لي زيتا ميكروسكوبيك كيتشونجا, عندهم سينيفيكاسيون فيزيك لكل حاجه لكل سيستيم اللي كندرسو. هاد لي زيتا ميكروسكوبيك
les états microscopiques d'un système, maintenant, le système quelconque, d'un système, le système qui est macan, ماشي سوقيفي, وإنما احنا الديفينيسيو ديالنا تاع لي زيتا ميكروسكوبيك دان سيستم اي ديفيني بار لي زيتا انديفيديي دي بارتيكيل بارتيكل هاد البارتيكل شكون هما داك لي نومبر ان هو لو نومبر ان اللي قلنا قبيله يعني دي بارتيكل كي كومبوز لو سيستم هما اللي كا يكونوا لنا لو سيستم ديالنا اللي كندرسو دونك ها سي زيتا سون ديفيني بار لي بارامتر كي كاركتيريز هاد لو سيستم و كيختلفوا من شاك سيستم شاك سيستم سيستم يعني مثلا الا اختارينا مثلا جيت قلت لك لي زيتا ميكروسكوبيك ديال الاتوم مثلا دين اتوم يعني هنايا غادي بلا ما نبقى نكتب يعني غادي ندير هذا الشيء غير هضره دونك لي زيتا ميكروسكوبيك دين ديال واحد لاطوم باش كديفينيا بلي زيتا ديال لي زيلكترون علاش لاطوم حنا انا دابا عندي واحد لاطوم عندها واحد الكم ولا واحد لو نومبر دي زيلكترون ديالها خاصين يعني باش نعرف لي طا ديال لي طا ميكروسكوبيك اللي تكون عليها هاد لاطوم يكفي انني نعرف لي زيتا اللي يكونوا عليها لي زيلكترون لي زيتا لي زيلكترون عندهم لي زيتا ديالهم باش كيتحدوا بلي لي كاتر نومبر كوانتيك يعني سواء لو نومبر كوانتيك ان سواء لو مومون انغولير سواء لو سبين سواء بيتي ام ديالهم اللي تقدر تحدد لي لي طال اللي غادي يكون عليها الالكترون ما كنعرفوش يعني حتى السبين مثلا يقدر ياخذ بليس ان دومي يقدر ياخذ موانز ان دومي هادو دي زيتا ديال لي زيلكترون دونك اون فوا نعرف لي زيتا ديال لي زيلكترون كنعرف لي طال اللي راه عليها لاطوم مثلا الا مشيت قلت لك اودي عطيني لي زيتا ميكروسكوبيك دان سيستم دو ان بارتيكيل مثلا هاد لو سيستم دو ان بارتيكيل كيفاش مثلا نختاروا الهيئه ديالو مثلا واحد لو سيستم ايزولي قلت لك هاد لو سيستم ايزولي عطيني لي زيتا ميكروسكوبيك ديالو لي زيتا ميكروسكوبيك ديال لو سيستم ايزولي كيترونجنا قلنا لو سيستم لي زيتا ميكروسكوبيك دان سيستم ايزولي كيتحدوا بالانيرجي علاش لان الانيرجي ديال لو سيستم ايزولي كتبقى كونستون دابا ملي غادي نجي هاد الانيرجي اللي غادي نعطيها كونستانت نعطيها لي بارتيكيل يعني لي زيتا ميكروسكوبيك كيتحدوا بطريقه كيفاش ندير نقسم هاد الانيرجي على لي بارتيكيل هادي هي لو نومبر دي زيتا ميكروسكوبيك ديال سيستم ايزولي مثلا الا عطيتك انا واحد التفاحه وقلت لك قسمها على خمسه د الناس غادي تختلف الطرق كيفاش غادي دير تقسم هذيك التفاحه تقدر تقسمها مربعات تقدر ثلاثه تعطيهم وزوج ما تعطيهمش تقدر تعطيها لواحد واربعه ما تعطيهمش المهم كتبقى حريه شخصيه كيفاش دير تقسم هذيك التفاحه كذلك لو سيستم ايزولي كتحاول كيفاش حنا غادي نبقاو نشيرشيو على زيتا ميكروسكوبيك كيفاش نديرو نقسمو هاد الانيرجي على هاد لو سيستم ايزولي على يعني على لي بارتيكل ديال لو سيستم مثلا جيت قلت لك واحد لو سيستم كيتفورما ولا دو ان بارتيكل كلاسيك وركزوا لي على هذه كلاسيك قلت لك لي زيتا ميكروسكوبيك ديال هذا لو سيستم اللي عنده ان بارتيكل كلاسيك باش كيتحدد بلي سباس دو فاز هنا غادي نقراو لي سباس دو فاز علاش حنا كاع كنهتمو به لان كندرسو به وهذا لي سباس دو فاز نورمالمون يعني كيستعمل غير في الكلاسيك ما كيتستعملش في الكوانتيك و دونك لي زيتا ميكروسكوبيك ديالو باش كيتحدوا بلي بلا فيتيس يعني هاد لا فيتيس يعني كتعطينا ان فوا كنهضر على لا فيتيس يعني كنهضر على لامبيلسيو علاش لان لامبيلسيو هي لا ماس في لا فيتيس دونك كيتحدد بلامبيلسيو والبوزيسيون دونك ان فوا نعرف البوزيسيون ديال البارتيكيل كنعرف ونعرف لا كونتيتي دو موفمون ديالها
هنا كنعرف لي زيتا ميكروسكوبيك اللي كيتحدوا لي. مثلا الا مشينا لواحد لو سيستيم كوانتيك دي بارتيكيل يعني ان بارتيكيل مي هاد لي بارتيكيل ماشي كلاسيك كوانتيك، هنا ما غاديش يتحدوا بلي سباس دو فاز. علاش قلنا لي سباس دو فاز كنستعملوه في في الكلاسيك، كيتحدوا بالفيكتور دونت ديك بسي اللي كندرسوها، هذيك كتعطيني تشخيص الحاله كما كنقولوا. مثلا واحد المريض، واحد المريض كيمشي للطبيب كيعطيه تشخيص الحاله ديالو، كيقول له فيك الراس فيك كذا منا فيك، مهم كل واحد والله يشافي الجميع. هنا ديك التشخيص اللي كيعطيه لك الطبيب كنعرفوا باللي انه يعني كيعطيك واحد ليطا اللي غادي تكون فيها، هذيك ليطا اللي غادي تحددها لي الفيكتور دوند حنا كنسميهم لي زيطا ميكروسكوبيك ديال لو سيستيم دي دو ان بارتيكل كوانتيك. يعني نتمنى انكم تكونوا عرفتوا لي زيطا ميكروسكوبيك ديال لو سيستيم.